اليوم لعبنا بعض اللاعبين اللي ما عندهمش يعني وقت اللعب كافي لانه ما طون دو جو باش نشوفوا المستوى تاعهم الحالي، في نفس الوقت باش نريحوا نقولوا الاساسيين اذا صح التعبير باسكو الاساسيين مازال ما بانوش يعني 100%. في نفس الوقت كنا دعمنا تشكيله باربع ولا خمس لاعبين من ريزيرف الرديف حقيقه، دخلنا البعض منهم، كاين واحد منهم ما كانوش الحظ باش يدخل، ولكن في نفس الوقت يعني الطريقه هذه راح تمكننا باش نشوفوا مواهب. وديجا في هاد الربعه اللي دخلوا كان واحد نظن بلي عنده مستوى يقدر يطمح باش يكون مع التعداد تاع الاكابر. هي على بالك كره قدم شكون رياضيات، بعض الاحيان عندك ديزاين كوني مجهولين، نقاط مجهولين، وكان عندك اصابات، كان بعض اللاعبين كانوا خارجين عن التدريبات، دونك حنا نتاقلموا. فالرياضيات دائما تحوس على الحلول باش تصيب النتيجه الاخيره. هذا ان شاء الله من بدايه الموسم نكونوا في احسن رواق باش الافضل والاحسن في التدريبات وفي المقابلات الوديه هذه هما اللي راح يلعبوا ان شاء الله. التنافس هذا ضروري هو اللي يدير يعني النتيجه، نظن يكون تنافس يعني اونات ما في حتى اشكال باسكو هذه كره القدم. في نفس الوقت تدعيمات، تكلم تاع التدعيمات، حنا عندنا طلبنا نحوسوا بالك كاين مناصب وين لازم لنا ان دوبلير مثلا كوتي غوش لازم لنا واحد يعني بصح يكون كومبيتيتيف يقدر يلعب مباشره، بصح لازم نصيبوا فيريتاب بروفيل نحوسوا عليه حنايا. اليوم هذه هي تدعيمات يعني فهمتك انا يعني نجاوبك على نوفو ليك. تدعيمات فيها دوبلور تاع سويبع يفالي ان افونسون، كنا كانت شويه متوجهين للاعبين الافريقيين ما كتبش ربي، طاحت لنا الفرصه مع زردوم لاعب معروف رغم ان ما لعبش الكثير مع شبيبة قبائل الموسم الفارط. وهاك تشوف اليوم دخل الحمد لله فاق الخير باذن الله وسجل اول هدف تاعو على اول كره، وان شاء الله الخير القدام. برعاية إيمو براو قاع نبراو.